فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يملك من الغنم 400 رأس ترعى في رجل يملك من الغنم 400 رأسا ترعى في مزرعته الكبيرة، وهو يأكل منها ويبيع أيضا. سؤاله: هل فيها زكاة؟ وما مقدار الزكاة إن كان؟ إذا كان ينويها للبيع، اللي ينويه للبيع إذا تم عليه سنة يقومه بما يساوي ويزكيه ربع العشر، وإن كان باع شيئا منها واحتفظ بثمنه إلى أن تم الحول فيزكي الثمن. نعم.